السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على الفريق، فريق غينيا، واللي غادي نتلاقاو به الدور الثاني يوم الأحد إن شاء الله تكون مربوحة، وإن شاء الله نروحوا لكاردو فينال يا ربي آمين. وين غينيا شناها كيفاش تتفوق على الخضر تاريخيا، والحذر لازم يكون مطلوب، مباراة مفخخة لازم الحذر. قلت علاه ما نقولوش بلي ودي حنايا سايك رانا 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 فينال. انا والله راني خايف من هذا الصحافة تاعنا كيفاش يبداو يشكروا فينا ويبداو منا والله انا خايف، امنوني بالله لن يكون المنتخب الوطني في مهمة سهلة عندما يواجه المنتخب غينيا في الدور الثاني من المسابقة، مسابقة أمم إفريقيا مثل ما يعتقد البعض. أنا واحد من الناس اللي داير بلي كوب دافريك غادي نجيبوها، أنا كنشوف ماذا بيا تم نجيبو كوب دافريك نبداو نهضرو يا جبناها يا ديناها هاكا نخلعو تندوها باش نخلعو. والله العظيم انا ماذا بيا تندوها ايا نديرو كيما هاك يا ديناها جبناها ربحنا، بصح ربحنا تكمل البارتي نخرجوا برا ربحنا ربحنا. انا ماذا بيا كيما هاكا، ماذا بيا ما يرشحوناش، خاطر شحال كانوا يرشحونا وكنا نجو بالخف، كنا نروحو مرشحين ونجو نطمعو تقلبك قنطه تاع عامين. انا والله لا عامين، انا القنطه شو امنوني بالله باش نقولكم هذا التريكو، هذا التريكو شردته، هذا التريكو شردته، ها هو لاوي هذا التريكو والله لا شردته. هاي لاوي راهي كوب دي موند، هاي راك تشوف فيها والله لا شردته. دير حسابي بلي غادي نروحو كوب دي موند، مازالت الان مازال ما فطنتش، مازال الان ما فطنتش، غايضتني للان. انا كيما هاكا نبغي كرة قدم، نبغي بلادي، نبغي الفريق الوطني، غايضتني. خاطش علاه كان عندنا فريق نروحو كنا نديرو كثر من كرواتيا، والله لا كان عندنا فريق نروحو نديرو كثر من كرواتيا. كومشي هادو العلوج هادو من بعد يخرج لك هذا كمال مهويد لك هاك نوقفو مور الفريق الوطني. كون وقفت مع روحنا كوب دي موند، كون وقفت روحنا كوب دي موند ماشي دروك في بلاد مصر تقولنا نوقفو. حنا من هاللول الاول واقفين مع الجزائر، ماشي واقفين مع ليكيب ناسيونال، مع الجزائر ظالم مظلوم، مع هذا الاعلام ظالم مظلوم، ظالم مظلوم ما كان زعقة. انا جندي احتياطي، انا جندي احتياطي، انا كيما هكا جندي احتياطي. تاش ما يصرا نقرعو التليفون ولا نقرعو الجدرمية يجيب لك هو يقول قلع باش ندخلك من في راسك. جي نتا يا دروك تريع ليا تقول لي يا ودي نوقفو مور ليكيب تاعي، يجي كمال مهوي بيوريني كي نوقف مور ليكيب ناسيونال. انت كي راك فما وكي راك دافع على ليكيب ناسيونال من اجل مصلحه، انت تخلص على ديك الهضره، انت خالص خالص على كلش وبالزياده، وتزرعوا الفساد باش تقعدوا، تزرعوا الفساد باش تقعدوا. فعلى الرغم من المستوى الجيد الذي أظهره أبناء الجزائر في الدور المجموعات، إلا أن الحذر يبقى مطلوب، وعلى اللاعبين الوضع الأقدام كما قالها محرز، قالوا يجب علينا وضع الأقدام على الأرض واحترام المنافس لتفادي الوقوع في المحظور. حنايا الحمد لله يا ربي حنا رانا نحضروا كيما هكا، بصح عندنا لاعبين محترفين يعرفوا ذو الصوالح، ما يتسنتوش لهذ الصوالح، ضغوطات تشوفهم تجيبو ميترينو منا خاطي منا يدخل يهدر مع تسيب الجوارة، يهدر مع الزوجة تاعو ولا مع امه ولا مع خوه ولا مع باباه ولا ما تصدق مع صاحبه ولا، ويبلع الميكرو تاعو يروح يرقد.
احنا انا نهضروا كيما هكا، خاصه ان المنتخب الغيني وهذه حقيقه بصح كيما يقول لك راه عندنا فريق. انايا نتبعوا هذا الصوالح كيما كنا نقولوا بلي السنغال قال عام ندقدقوها، احنا في فينا وحنا قلنا نقولوا السنغال قال عام ندقدقوها، بصح كنا نقولوا لا بيت نورت، حنا لا بيت نورت على السنغال. بصح غينيا كانت تربحنا، بصح راه عندنا راه عندنا لاعبين اللي غادي غينيا غادي يردوهم جثث فوق الميدان. غينيا ربحتنا، باش نقولها للناس غينيا ربحتنا مي كان عندنا صايفي وكان كان معيزي هذاك تاع اللي كان يلعب في قسنطينة وراح لقسنطينة، مش انا نحقرو فيهم ولا كانوا عندنا ذي اللعابة، كانوش عندنا لعابة زعما كانوش عندنا لعابة، كانوش عندنا لعابة مستوى كيما نقولوا طوب كيما هذو. حنا راه عندنا لاعبين، حنا راه عندنا لاعبين، انا مش باغي ضغوطات عليهم، نبغي سكات استكتو، نبغي سكات برك هذا مكان. خاصة ان المنتخب الغيني يتفوق علينا تاريخيا في المواجهات المباشرة، فقد سبق لنا وين لعبنا كونتر عليه 8 خطرات، درنا دو ماتش ربحناهم دو ماتش نيل وربعة فازوا علينا، التالي الفوز حنا فزنا عليهم 2017 فزنا عليهم التالية كاع ماتش اميكان مركان وقيلة سوداني. بصح هادي ماهيش مقياس بلي غادي نزيدو، لا غادي ندقدقوهم، راني نقول فيها ونعاود غادي نردوهم جثث فوق الميدان. هادي اللي نحوسو عليها ان شاء الله بربي، خاطش علاه انا منظر وكاني داخل في ديك البارتي، امنوني بالله لا منظر وكاني داخل فيها. بنادم مصباح من حيت ينوض هو يهدر على الفوتبول، صورتو هذا الشهر صورتو 15 يوم تالية تاع قدام راهي مصباح تاع الليل غي عليهم، اي فلان لعب فلان ما لعبش، لا كنت دخل كاع النهار وحنا نديرو في التحاليل وحدنا كاع النهار مصباح تاع الليل غي عليهم، فلان هدر فلان ما هدرش الاخر قال ما قالش ما. الله يجعل ان شاء الله نربحو صايك، الله يجعل ما يخيبوناش. هذه اللي نبغي ما يضحكوش فينا الناس اللي يتقارع العلوج تاع الصحافه تاعنا، كاين علوج كاين محللين وراهم يقارعوا للضربه. احنا الحمد لله يا ربي غينيا ماهيش مقياس، حنا مقياس، حنا عندنا لاعبين كبار. غينيا ما عندها، غينيا صح عندها لاعبين محترفين، عندها واحد فكرت عندها لاعبين، معظم اللاعبين تاعها يلعبوا في البطوله الفرنسيه، معظم اللاعبين تاعها يلعبوا في البطوله الفرنسيه. بصح حنايا راه عندنا مستوى، عندنا لاعبين عندهم خبره مستوى كبير. حنا فينا عندنا غينيا ما تخلعنيش، ماشي غينيا اللي خافوا منها، السنغال لقيناها لي باش نكونوا على كيما نقولوا نكونوا في الطريق الصحيح. ما هي زعما حنا صح لعبنا بتاريخ هذا تاريخ، بصح شوف دروك يلعبونا في النهار نربحوهم، في الليل نربحوهم، العشيه نربحوهم، في الليل المغرب نربحو كيما يبغوا غادي نربحو، ربحونا نربحو. فريق اللي راه عندنا يخليك دائما تحوس على الانتصارات، رغم ان جمال بالماضي يبعد في الضغوطات بالتسريحات اللي يديرهم. محرز وين هدر قال لهم لازم نحطوا كرينا في الارض، هذه كاع اللاعبين يقولها، تربح منا تربح ما تربحش يقولها لك لازم نحطوا كرينا، ربح 2-0 3-0 ما تامنش على بالك، كاز زعاقه ما كاش. خاطش هذا الفرق لازم بريمير ميطو تكمل معاهم، ولازم ما يكونوش الفرص الضائعه تكون بزاف. هذه اللي نهضروها، الفرق ما تعطيش لوكازيون، ما تخليش في الاولى ربع ساعه 20 مينيت يكسب الثقه،
ادخل لعطيه يا بو نجي اخويا، ما نبقاوش نضيعوا اهداف، ما كاش اهداف، لازم اهداف ما يضيعوش، لازم تماركي ثلاثه تضيع واحد، ماشي تضيع ثلاثه وتماركي واحد، لا لازم تعكسها. هذه هي خاطر هذه يسموها مقابلات اقصائيه، ادوار الاقصائيه 90 دقيقه وقلب، غلطه روحت. تحيه الجزائر.